السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كلكم تسألون علي وين هاي المدة، وين هاي الغيبة. طبعا كنت بأصعب أوقاتي، كنت موقوف بأحد سجون مكافحة إجرام العمارة وبتهم السرقة. الحادث شلون صار؟ هاي بسنة 2005، اكو واحد لاقي نسخة من جنسيتي متلاعب بيها، مغير اسم الاب واسم الجد وشاري شريحة، فبقت عنده من سنة 2005 يستعملها لحد 2018. ارتكبنا بيها جريمة سرقة، سرقة أبقار، وهذا النهم ما استفاد من عدهم، بركن بالنهار قسم وقسم انهزمن، فهو راح كل شيء ما حصل، ووقع موبايل مالته بمكان اللي باركات الأبقار به. فأجوا بالحلال ثاني يوم، لقى الحلال مالته بالمي بارك، طلعه ولقى موبايل بشريحتين، راح اشتكى به بالموبايل، فجابوا العائدية. واحدة طلعت باسم واحد جيرانه من اليمن من منطقته، عرفه قال هو هذا حرامي اشتكى عليه، وهذا حول عنده وفصله 18 مليون أو أكثر وتنازل عنه. بقت الشريحة الثانية اللي حاطين بيها الاسم بالهوية مالتي، فبقت الدعوة من 2018 لحد 2022، يعني آخر شيء أكو طبعاً أكيد واحد قام يطلع بها، وإلا هم ما أنا ما عليه مشتكي. فصدر بها أمر قبض علي، جابوا لي العباسية من مدينتي، فقلت بعد ما بيها مجال، صارت علي مذكرة قبض، وإذا ما أروح راح يتعمم اسمي، يعني بعد لا أروح للصيد لا أقدر أطلع. هاي إذا ما لزموني أحد السيطرات أو جوز طلعوا لي البيت يلزموني، واللي يودونا للمكافحة قابضا الحساب ما تختلف، راح يتلقونا بأنواع التعذيب. المهم رحت يوم 18/12/2022 رحت سلمت نفسي لمكافحة الإجرام أحدى شعب بمحافظة ميسان، طبعا ما أذكر اسمها، ما أقدر أذكر اسمها. وأنا من رحت يعني مستعد لكل شيء. المهم والله حقيقة يعني عاملوني بكل احترام، لا أحد يتجاوز عليه بكلام، لا أبد نهائيا، ضباط ومراتب، بس هم أكيد المجرم اللي يعرفونه حرامي ما يرحموا، وهاي لازم يطلعون حق الناس بها، يعني إذا هذا يلزمونه قابضا وبس ياكل وينام ما راح يعترف على الجريمة اللي مسويها، وحق الناس راح يضيع. فالمهم أنا عرفوني بريء ما عندي شيء، وجي سلمت نفسي، جيت من النجف اليوم. قدموني للقاضي والقاضي وقفني، بصراحة ما سهل على القاضي، شوي القاضي صعب. فبقيت موقوف يعني مدة، شفت شغلتي بطيئة، ولقيت هذا مستعمل بطاقة تموينية مو إلي، فأنا هم عاجلت القاضي قلت له هاي البطاقة مو إلي، فسوى طلب عليه البطاقة من تموين بغداد، من التجارة الرئيسية من بغداد. مرتين ما اقتنع بالكتاب، آخر شيء دزار النسخة قالهم هاي النسخة ريد العادية مالتها، فدزوا لهم العادية مالتها مو باسمي، هاي برتني يعني زينة. قاضي آخر شيء حاني المحكمة الجنايات، عاد بعد ما بيها مجال محكمة الجنايات، حضر علي المشتكي صاحب اسمه حضر، أنا قلت هسه ذا يقول أطلب الشكوى عليه، أنا شغلتي تعبانة صارت. فهو أكو جماعة مأثرين عليه بصراحة، قالوا لا لا تشتكي عليه هذا أبو النجف، لأن هو ما عنده شيء وجه سلم روحه، وأنت اللي واقف يمك وعرفته وعوضك بعد عليك. فالحمد لله والشكر الله دا
وهو طبعا ما اعتقد يعني يحلف بالقران كذا، يعني حلف بالقران. فقال هذا الرجل من النجف، انا عبالي من يمي، فهذا من النجف ما ممكن جاي يسرقني ولا واصل. وفعلا اني الله يشهد علي ابد ما واصل ذاك المكان نهائيا اللي بيه السرقه حياتي كلها. فالحمد لله والشكر المحكمه طلعتني براءه، افرجوا عني يوم 16 بالشهر. بس القاضي فتح لي دعوه جديده، دعوه تزوير، يابا انت لزمت الجنسيه عندي حتى تقول هذا مزور جنسيته، هو واحد متلاعب بجنسيتي، انا شنو ذنبي؟ يعني الحرامي ما حد قدر يلزمه لحد هذا اليوم، واني اتحاسب ومكانه واني ما بايق. انه تفتح لي دعوه على تزوير الهويه، ف تزوير الهويه طلعت معي بكفاله وعليه محكمه مال تزوير الهويه. فمن تكمل اجراءاتها راح يدزون عليه واروح. والله اكو رجال كفني ب 25 مليون انا ما اعرفه، الرجال في سبيل الله، قال انا في سبيل الله كفنك، لان احنا نعرفك انت مظلوم وما عندك شيء. فانا شكت ما تيجي موعد المحاكمه اروح احضر، ولو اعرف روح الحكم 20 سنه 30 سنه هم ما تاخر. الانسان اهم شيء كلامه. اخواني لا تنسون اللايك، واللي ما مشترك اشترك وياي، وان شاء الله كم يوم وارجع للصيد. في امان الله.